السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيه طبعا بالتأكيد على وضع الأحداث اللي دايرة في الشارع المصري. زي ما تعودنا بنبدأ بفيديوهاتنا بالصلاة الحبيب اللهم سلم وزد وبارك على سيدنا وشفاعنا وحبيبنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى نبدأ في أخبار مميزة جدا ونارية ليها علاقة طبعا بتصريحات غريبة من موسيماني مع يعقوب الكعبي ومهاجمته لكابتن محمود الخطيب و إدارة النادي الأهلي أو للنادي الأهلي ككيان بشكل عام. وكمان الراجل طلع واتكلم في أكتر من تصريح مع يعقوب السعدي، إن شاء الله أذكرها لحضراتكم إن شاء الله بإذن الله من خلال الفيديو. ومعايا كمان خبر مهم، هو إصابة إمام عاشور خلاص تحددت من 8 ل 10 أيام. كمان إصابة كريم فؤادة تقعد من 15 ل 20 يوم شد في العضلة الضمة. وعايز أتكلم في حاجة مهمة جدا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحاني ده طبعا حكم قبل كده لنادي الاهلي ونادي الهلال السوداني، طاقم تحكيم موريتاني. عايز اتكلم كمان من الفشل الذريع ليه طبعا لينا كمصريين وكلجنة حكام، ولا حكم في السوبر ليج سواء ذهاب او اياب في الاربع مباريات ولا حكم ساحة مصر. كارثة من الكوارث. محمد عادل تاني مساعد حكم للفيديو، مش عارف اتكلم البنا مساعد حكم للفيديو، مفيش اي حكم مصري كحكم صفاره في الاربع مباريات سواء ذهاب او اياب. ده كارثه، يعني كارثه بكل المقاييس. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي مع في مباراته امام سيمبا يوم 20، وان شاء الله العوده يوم 24. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. عايز اجيب لك كمان خبر مهم جدا، بن شيخه عبد الحق بن شيخه استقال رسميا من نادي طبعا اتحاد العاصمه. دي كارثه من الكوارث. ده راجل محقق لهم لسه السوبر الافريقي ضد النادي الاهلي اللي كان في الطائف يوم 15 سبتمبر، يعني في اقل من شهر الراجل بيعلن استقالته. ده خبر مفاجئ جدا بالنسبه لي، اكيد جاله عرض من السعوديه او طالع بيقول لك بسبب الجماهير. كمان عايز اتكلم بالنسبه لبرستاو. يا جماعه برستاو استبعاده او عدم خروجه من النادي الاهلي ليه معسكر جنوب افريقيا لاسباب عائليه ان شاء الله هنذكرها من خلال الفيديو. تعالى بقى نحلل اخبارنا النهارده ونبدا بالتاكيد باصابه امام عاشور. امام عاشور يا جماعه ذكرت مره واثنين وعشره عنده بطحه او خبطه في قصبه رجله، دي هتقعد من 6 ل 7 ايام او من 6 ايام ل 10 ايام، بسيطه جدا كان ممكن ياخد بنج ويلعب. المشكله كلها في عنده التواء في الكاحل. التواء في الكاحل ده يا جماعه لازم يتعمل للاعب زي جبيره او زي تمام تثبيت لعنق رجله عشان يقدر ينزل في التدريبات الجماعيه. فهو قدامه راحه مش اقل من 6 ايام ويبدا ياهل نفسه 4 5 ايام عشان نرجع ان شاء الله للنادي الاهلي. كل التوفيق لامام. منتخب مصر طبعا خسره لان لعيب كبير ولعيب متميز جدا. طبعا عارفين ان كوكا هو البديل بتاع امام عاشور. كل التوفيق ان شاء الله لامام عاشور اللاعب المميز اللاعب الكبير جدا. نطلع من امام عاشور نخش في حاجه كبيره حاجه متميزه الا وهي المهاجم المميز جدا برستاو. برستاو يا جماعه ما راحش معسكر منتخب جنوب افريقيا لان عنده مرض والدته وزوجته، يعني مراته وامه يعني عندهم مصابين شبه نزله برد حاده، واللاعب فضل ان هو يعتني بيهم. هم قاعدين عايشين معانا في القاهره في التجمع الخامس، فاللاعب طبعا عنده فيلا في التجمع الخامس، فاللاعب فضل انه يقعد جنب اسرته ويعتذر لمنتخب جنوب افريقيا. كمان عارفين دي اجنده دوليه، ومباراتين وديتين كده كده. برستاو لعيب كبير ولعيب مميز جدا ولاعب اساسي في منتخب جنوب افريقيا. ده بالنسبه لبرستاو. عايز اتكلم كمان بالنسبه حاجه مميزه حاجه كبيره، تصريحات بيتس موسيماني. يا عم موسيماني ده انت كنت بتاخد ملمين بالعدد في نادي صن داونز لما جيت النادي الاهلي نضفت ولبست وبقى عندك شأن وكيان. طالع مع يعقوب السعدي تقول لك ايه؟ تقول الراجل الامارات المحترم اللي بيحترمه وبيقدر النادي الاهلي الاهلاوي الصميم، تقول اصل النادي الاهلي ما بيديش فرصه لمدربينه، اصل النادي الاهلي ما عندوش حد بيطول اكتر من 6 شهور سنه. ده انا اكتر واحد في تاريخ النادي الاهلي قعدت سنتين، الطبيعي بيقعدوا 6 شهور وسنه وبيمشوا. اكتر واحد قعدت بعد مانويل جوزيه، وانا اللي عملت تاريخ للنادي الاهلي، وانا عملت ارقام قياسيه، وانا في يا عم مالك النادي الاهلي بيك من غيرك طول عمره تاريخ، نظفناك ولمعناك ما كانش حد يسمع عنك حاجه بجنيه. دلوقتي بتمسك ماسك فلوس محترمه في الامارات وماسك فلوس محترمه في السعوديه وبقالك شأن وبقالك كيان وبقى ليك اسم على الساحه. من غير النادي الاهلي انت ولا ليك لازمه. اخدت بطوله افريقيا مع
نادي صن داونز، بس قبل كده ما كانش ليك اسم. اسم النادي الاهلي هو اللي علاك، هو اللي خلاك بيتسو موسيماني اللي انديه الخليج زي الوحده الاماراتي ونادي اتحاد اهلي جده السعودي يطلبك. قبل كده ما كنتش مذكور على الساحه، كان اخرك في افريقيا تمسك بترو سبورت ولا يعني سوبر سبور ولا تمسك صن داونز ولا اي نادي في افريقيا، كان اخرك بالكتير تمسك فريق كويس في نادي في دوله جنوب افريقيا، ده اخرك بالكتير قوي. انت دلوقتي بتتكلم على النادي الاهلي، هو اللي خلاك بني ادم، هو اللي عملك مدرب مميز جدا. حققته بطولات، بس اي حد اي مدرب لو لسه مدرب لسه صاعد ومسك النادي الاهلي ياخد بطولات. ما تنساش محمد يوسف اللي كان اول مره يمسك فريست تيم لعب مع النادي الاهلي واخد بطوله افريقيا واخد الدوري واخد الكاس واخد كل حاجه. فانت ما عملتش الانجاز، يعني ما عملتش الانجاز. كده كده النادي الاهلي بياخد بطولات، كده كده بيج من غيرك النادي الاهلي بياخد بطولات. فتصريحات غريبه من بيتسو موسيماني بصراحه، السعدي بصراحه انا مش فاهم في ايه بصراحه. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي، وبيتسو موسيماني الاهلي بيك من غيرك اقوى نادي في افريقيا والوطن العربي. نطلع من النادي الاهلي نخش في حاجه مهمه متميزه جدا جدا. ذكرت لحضراتكم فيديو امبارح وفيديو النهارده اكتر من فيديو على لاعب متميز اسمه بلال مصر، ده هداف اوروبا في دوري ابطال اوروبا تحت 19 سنه. النادي الاهلي بيفاوضه بشكل رسمي، لعيب مميز جدا ولعيب كبير ومن افضل اللعيبه في سنه على مستوى العالم، انا مش ببالغ فعلا. كولر جاله سيديهاته واقتنع تماما باللعب، ان كمان هيجي تأيد تحت السن وكمان لاعب مصري، يعني مش لاعب اجنبي هياخد منك لاعب من اللعيبه الاجانب. فبلال مصر يا جماعه بنسبه 80 85% قريب جدا من النادي الاهلي. عايز اتكلم في حاجه مهمه كمان، طاقم التحكيم موريتاني بقياده الدحمي، الدحماني ده يا جماعه او الدح او الدحاني ده يا جماعه مسك يعني حكم صفاره لمباراه الاهلي ونادي الهلال اكتر السنه اللي فاتت، كان حكم الى حد ما متميز، لياقته البدنيه كويسه جدا، حكم هادي، حكم الى حد ما مقبول كافتتاحيه بالنسبه للنادي الاهلي. ما هيلاعب سيمبا يوم 20 والعوده يوم ان شاء الله 24. كل التوفيق للنادي الاهلي. حاجه سريعه بالنسبه لنادي الزمالك وساريو، طلب طبعا من الجهاز الفني المعاون طبعا تقارير كامله بالنسبه للثلاث الانديه اللي معاه في المجموعه، زي ابو سليم الليبي، زي سجرادة الانجولي، وزي كمان النادي سوار الغاني. كل التوفيق لنادي الزمالك. عوده كمان يوسف اوباما حاجه مميزه، شيكا كان عنده شد في العضله الضمه رجع بشكل مميز، عمر جابر رجع كمان، اللعيب المميز الخلوق عبد الله جمعه بقى جاهز بشكل 100% وفتوح لغايه وقتنا هذا رافض التجديد لنادي الزمالك الا بشرط لما ياخد بقيه مستحقاته. كل التوفيق لنادي الزمالك. فتوح بيك من غيرك نادي الزمالك نادي كبير ونادي عظيم، لعبت او ما لعبتش، يوسف اسامه نبيه هو ملوش اي لازمه، وسيف فاروق جعفر ملوش اي لازمه، من خرج يا ابني من داره تقلم اداره. ده كان ختام حلقتنا. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، اسال كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان.